بص والله العظيم بص ادعي ليها انت لغلغ ده لا ادعي ليها ده ما 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 تشوفيش ما تشوفيش انا شايفاها على وسطي يا ابني قطع اللغلغ بتاع رقبتها يا ابني هو انت يا ولا ما عندكش رحمه قلت يا ولا على وسطي يا امي ما عندكش رحمه يا ولا هو الواد ده ما عندوش رحمه جايين رد عليك شويه بس شويه 10 دقايق بس كده وبعدين هما في النبه دي في الحته ايه هنا ده عند الاستاد هنا يعني هنا في مصر في المدرسة والنود هنا في البلد دي هنا عند الاستاد يا اختي يا ضمي ما تصورنيش يا اختي والنبي هي بتطلب حق وبتطلب لا معلش ما تصورنيش لا ما بتقولش حاجه عامل مشكله كبيره عايز اتصور يعني متابعينا الاعزاء احنا نزلنا موجودين معاكم في زي ما حضراتكم شايفين في المستشفى الدولي من امام المشرحه اثناء باقي دقائق واهل واسره الطالبه نيره بنت المحله الكبرى يستلموا جثمانها زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الاعزاء يعني احنا متابعين معاكم من داخل متابعين معاكم من داخل مستشفى المنصورة الدولي من أمام المشرحة وأهل نيرة منتظرين استلام جثمانها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وهنعيد على حضراتكم تاني تفاصيل الواقعة المؤلمة اللي حصلت في المنصورة النهاردة أمام جامعة المنصورة وهي الكل تفاجأ في الصباح حوالي الساعة 11 صباحا بشاب يقتل ويذبح طالبة جامعية وهي بعد البحث عرفوا ان ده زميلها هو زميلها محمد زميلها من المحلة الكبرى ايضا من الفرقة التالتة وان هو كان اتقدم لها اكتر من مرة وده حسب اقاويل عمها وحسب اقاويل اقاربها وحسب اقاويل والدتها ان محمد اتقدم لنيرة اكتر من مرة وهي كانت بترفضه وبعد اعتبر ان الرفض ده اهانة له بدأ ان هو يهددها وبعت لها اهانات على الفيسبوك ورسائل بالتهديد ولكن ان هو كان معتقدة ان ده كله تهديد هو وأهلها ما كانوش معتقدين خالص ان هو ينفذ التهديد ده يعني جدتها بتقول هو الجواز ما كانش بالعافية عشان ان هو يعمل فيها كده وليه عمل فيها كده ان هو يحرمنا من بنتنا طبعا الاجراءات خلاص يعني قربت تخلص وهياخدوا بنتهم ويدفنوها في مسواها الاخير في المحلة الكبرى زي ما حضراتكم متابعين معانا من داخل مستشفى المنصورة الدولي الكل هنا من المحلة الكبرى متابعين مع حضراتكم متابعين مع حضراتكم التفاصيل القاسية اللي يعني بأي ذنب قتلت نيرة بنت المحلة الكبرى اللي في خرجت من بيتها عشان تأدي الامتحان والولد محمد بدأ ان هو يتبعها وللأسف الشديد بعد ما اتبعها يعني استنهز فرصة ان الشارع ما كانش فيه ناس كتير وقبل دخولها الجامعة قبل البوابة بدقائق يعني انقض عليها وبدأ ان هو يطعمها طعامات متفرقة في جسمها وكمان دبح بالرقبة الكاميرات رصدت ده بالتفصيل و وضحت ده طبعا مفيش الولد بدأ الناس ان هي او المعديين في الشارع انقضوا عليه ان طبعا انقضوا عليه وحاولوا ان هم معتقدين ان هيلحقوا البنت ولكن للاسف البنت كان خلاص فرقت الحياه اعتادوا عليه بالضرب الناس من غضبهم الشديد وهو دلوقتي في المستشفى بيتلقى العلاج ولكن للاسف كانت نيره فرقت الحياه وما فضلش منها غير الكوتش وطبعا زي ما كنتم متابعين معانا من امام جامعه المنصوره الاهالي اشعلوا النيران مكان الدماء اللي كانت من نيره وحرق الطرح الخاصة بها اللي كانت مرتدياها وللأسف
للأسف الشديد أهلها ما كانوش يعرفوا باللي حصل غير من خلال مشاهدتهم للفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة زي البرق. يعني الفيديو اللي الكاميرات رصدته، وكان بالصدفة شخص كان واقف في أحد الشبابيك الخاصة بجامعة المنصورة، وكان واقف بيصور مكان، كان واقف بيصور أحد المناظر، والكاميرا الخاصة به رصدت المشهد المأساوي اللي الولد محمد أثناء وهو بينهي حياة نيرة. وطبعا تم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وده كان سبب ان الناس كلها وده كان سبب طبعا متابعين الاعزاء ان اهلها اتصدموا، لان كانوا بيتفرجوا يعني بيشوفوا الفيديو على اساس ان هي جريمه او وقعه قتل عاديه خالص، ما كانوش عارفين ان دي وقعه يعني انهاء حياه بنتهم. ولكن لما جالهم وقالوا ان دي اسمها نيره، عرفوا ان دي بنتهم للاسف الشديد. كمان جدتها ذكرت ان هي عرفت نيره من شعرها، لان يعني كان المشهد صعب جدا. اهل نيره بيطالبوا بالقصاص العادل، بيطالبوا بان الاب والام طبعا في حاله من الانهيار التام. هم دلوقتي موجودين زي ما حضراتكم شايفين في انهاء اجراءات تخليص اجراءات نيره من المشرحه، وهيتم استلامها ودفنها في مقابر العائله بالمحل الكبرى ان لله وان اليه راجعون. ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين. متابعين معاكم لحظه بلحظه ان لله وان اليه راجعون. طبعا الكل شاف الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديو كان مأساوي جدا. طبعا السبب ان نيره رفضت الجواز منه، وده مش سبب ان واحد ينهي الجواز. زي ما جدتها قالت الجواز مش بالعافيه، او هو هيعيش معها ازاي؟ هم ياما قالوا له، يعني جدتها بتقول انا ياما قلت له، ياما قلنا له يا ابني الجواز مش بالعافيه، انت هتعيش معها بالعافيه طبعا. ولكن هو للاسف الشديد كان مصمم ان هو يتجوزها، وبدا ان هو يبعت لها تهديدات، وبدا ان هو يقول لزميلاتها ان هو ممكن يؤذيها او يعني ينهي حياتها لو هي ما وافقتش بان هي تتجوزه. ولكن هي كانت بتاخد التهديدات دي بالهزار وتقول لا مش معقول يعمل كده، ولكن للاسف الشديد هو فعلا نفذ جريمته النهارده بان هو خطط لجريمته، واتبع نيره وهي رايحه امتحانها بالكليه، وهو المفروض ان هو زميلها كمان، وكان هيأدي الامتحان النهارده، ولكن هو اتبعها وكان معاه السلاح في ايده، وما كانش تعرف ان نهايتها النهارده ان هي هتخرج رايحه على اساس ان هي تأدي الامتحان، ولكن رجعت لاهلها في كفن. اهلها استلموها بالكفن للاسف الشديد. ان لله وان اليه راجعون. يعني متابعينا ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين متابعين معاكم، احنا دلوقتي الكل واقف في حاله من الانتظار لاستلام غسلان بنتهم. إن لله وإن إليه راجعون. الدعاء لنا يا رب الرحمة والمغفرة، وإن يلهم أهلها وزوجها الصبر والسلوان يا رب العالمين. طبعا الواقعة دي هزت كيان كل الناس اللي شافت الفيديو، فيديو تعدي محمد على نيرة أثناء ذبحها. الفيديو ده ما تعداش دقيقة وقتلها طعنها وذبحها ذبح قطعي في الرقبة، ما تعداش دقيقة في يعني تنفيذ خطته البشعة. وطبعا كل اللي شاف الفيديو ده أثار غضبه وغضب شديد، وما كانش الناس كلها كانت بتسأل إيه السبب أو إيه السبب اللي يكون ان السبب
شاب بيحاول ان هو ينهي حياة بنت بالطريقة دي والدرجة دي، ولكن السبب كان مفاجأة للجميع ان هي رفضت الزواج منه. في اقاويل كتير صحيحة انتشرت وفي اقاويل خطأ كتير، ولكن احنا هنا من المكان نفسه مع الناس ومن اهل نيرة بنقول لحضراتكم الحقيقة، وهي الحقيقة هي ان نيرة كانت رفض الجواز من محمد زميلها اللي في فرقة تالتة بكلية الاداب جامعة المنصورة، ولكن هو كان مصر. اولا هي قالت ان انا هكمل تعليمي، واهلها قالوا له بنتنا هتكمل تعليمها وحابة ان هي تكمل تعليمها، ولكن هو شاف ان ده اهانة لكرامته، وان هي ليه مش عايزة تتجوزني. قالت انا حابة ان انا اكمل تعليمي، واهلها حاولوا ان هم يقنعوه ان هي مش عاوزاك لسبب ان هي هتكمل تعليمها، لان طبعا نيرة كانت الاخيرة في اخواتها، لها بنتين كبار متجوزين، ونيرة هي البنت الاخيرة لوالدها، ووالدها بيشتغل مدرس وناس على خلق عالية جدا، وكل الاهالي بيشكروا في اهل نيرة، وكل زملاء نيرة بيشكروا في اهلها وبيحترموها وبيقدروها جدا. انا لله وانا اليه راجعون. طبعا زملاء نيرة كانوا في حالة من الصدمة من اللي حصل، ما كانوش متوقعين ابدا ان محمد ينهي حياة نيرة بالطريقة البشعة دي. يعني كل اهل نيرة بيطالبوا بالقصاص، ومش بس كده، امها طلع من خلال التصوير وقال انا مش بطالب بالقصاص بس، ولكن بطالب ان هو يتعامل فيه زي ما انهى حياة بنتنا. انا بطلب ان هو حياته تنتهي بنفس الطريقة، مش ان هو اعدامه مش في اوضة. وكلنا سمعنا كلام عمها وهو بيقول الكلام ده، وبيقول دي امنيتنا ودي رغبتنا، ونتمنى وناشد المسؤولين ان رغبته دي تتنفذ، او ان هو يعني يشوف فعلا محمد بحياته بتنتهي، او يتعامل فيه زي ما عمل في نيرة وفي نفس المكان اللي انهى حياتها فيه، وهي امام جامعة المنصورة. يعني بيقول انا بطالب ان حياة محمد تنتهي في نفس المكان اللي حياة نيرة بنتنا انتهت فيه، وبنفس الطريقة بالطعن بالسكين والذبح في بالرقبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا مكملين معاكم من داخل مستشفى المنصورة الدولي من امام المشرحة، وموجودين مع اسرة نيرة اللي حياتها انتهت غدرا، بيد الغدر على يد شاب مستهتر انهى حياتها بطريقة وحشية، يعني بسبب ان هي رفضت الجواز منه. انا لله وانا اليه راجعون. حضراتكم متابعين اعزائي المشاهدين، احنا موجودين معاكم من داخل مستشفى المنصوره من امام المشرحه، والكل في حاله من الذهول، حاله من الانتظار
يعني منتظرين خروج جثمان بنتهم واستلامها وتشيع جثمانها الى مثواها الاخير زي ما حضراتكم شايفين. انا لله وانا اليه راجعون. الدعاء للاهل بالصبر والسلوان، والدعاء لاهلها لنيره بالرحمه والمغفره. كمان جدتها من ضمن الكلام اللي قالته، قالت بلاش حد يقول ان هو يعني بيتعاطى حاجه، مش كل ما حد ينفذ جريمه نقول ان هو ما كانش في وعيه. لا، هو كان في وعيه وكان مخطط لجريمه الجريمه البشعه دي والانهاء حياه بنتنا. انا لله وانا اليه راجعون. انتظرونا، هنكون معاكم بعد قليل وقت خروج جثمان الطالبه منيره اللي حياتها انتهت غدرا بيد الغدر من زميلها، واللي كان المفروض من بلدها من نفس المنطقه ومن نفس القريه من المحله الكبيره، وكان بيدرس معاها في نفس الكليه، ويعني بدأ ان هو يحبها ويتمنى ان هو يشوفها زوجة له، ولكن هي رفضت. من حقها ان هي ترفض، من حقها ان هي تختار شريك حياتها، ورفضت وقالت انا حابة ان انا اكمل تعليمي، ولكن هو شاف دي اهانة فقرر ان هو ينهي حياتها ودبحها بالسكين. يعني جدتها بتقول انا شفتها على الغسل، كان مشهدها منظرها صعب جدا. ان لله وان اليه راجعون. انا ده التصريح ده التصريح خلصت خلاص، كل حاجه خلصت. طب احنا منتظرين ايه يعني؟ هم المفروض منتظرين ايه؟ خلاص احنا جبنا تصريح النيابه الحمد لله والدنيا خلصت، يعني مستنيين بس تقرير المستشفى. المستشفى بس هي اللي هتدينا امر، ولكن خدنا امر من النيابه خلاص. احنا غسلنا الحمد لله وكفنا وخدنا امر من النيابه خلاص بخروج الجثمان، وجبنا تصريح الدفن. لسه بس بنجيب تصريح المستشفى، امن المستشفى طبعا لازم يعمل تقاريره ويجي له تقرير من النيابه المستشفى نطلع. فاحنا مستنيين حاجه بسيطه بس في المستشفى ان شاء الله، وهيتم الدفن على طول ان شاء الله. ربنا يصبر اهلها يا رب يا رب. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني الامر يستوعبه عقل طبعا، امر صعب جدا الواقع تفاصيلها صعبه ومؤلمه، والسبب يعني جدا يعني مش سبب ان هو كده ان واحد يذبح حد او حد جاله القلب في الامر ده. ولكن احنا بنقول يا جماعه بصوا في البدايه اساس البيوت الولد ده طالع من بيت، بصوا لبيوتكم يا جماعه، بصوا لبيوتكم. انت ممكن تكون اب بتشتغل وتعبان طول النهار وتتفاجئ ان ابنك تاني يوم بيت لحد وانت مش عارف هو ده ابني اللي انا تعبان عليه. ايوه ابنك، انت مش دريان، انت مجرد وزير ماليه بتجيب فلوس بس ما بتعملش. طيب والاب هنطحنه وهنشغله شغلانه واثنين وثلاثه عشان يقدر ياكل؟ طب ما الام في البيت بتربي. لا، ما احنا الام هنروق عليها، نجيب لها الهندي والتركي والمسلسلات بقى، ونقعدها طول النهار قدام المسلسلات بقى، وان خلاص بقى ونركن الدين على الجنب بقى، وايه وتبقى التربيه تربيه شوارع. الولد خرج من العنايه يا فندم؟ لا لسه، لسه ما خرجش من العنايه المركزه. بالنسبه للناس اللي بتسال، الولد لسه ما خرجش من العنايه المركزه. لا 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 لا، والولد على فكره في بعض الاحوال بتقول انه كان متعاطى استروكس والكلام ده، ولكن ده كله كلام تحايل على القانون طبعا. جماعه اللي احنا فيه ده سببه حاجه، يعني المجتمع ده سببه تفكك اسري، سبب اب وام مشاكل واتطلقوا ورموا العيال، والعيال طلعت كده اتربت في الشوارع فبقت كده. بس احنا ما نقدرش نقول دلوقتي ان هم اهله منفصلين، والدته ووالده، لان ما نعرفش اي حاجه. البيت اللي يطلع منه شاب زي ده، البيت ده فيه خلل اكيد، ولكن ما نقدرش نقول اقاويل ممكن تكون مش حقيقيه. اهله فين؟ ان ما ظهروش لحد دلوقتي. لا، واكيد ده واحد مش طلع سكينه كده فجاه لا، ده لها ترتيبات قبل كده ولها حوارات قبل كده. وبعدين ده واحد غالبا حصل له، ممكن يكون حصل قبل كده نفس الحوار معاه، او هو اصلا يعني اقبل على موضوع زي ده قبل كده. ما هو مش فاهم، ما فيش حد عاقل في الدنيا يجي يقتل مره واحده كده، الا اذا كان هو بقى ايه مرتب قبل كده، او عمل الموضوع، او شايف بقى ان الدنيا فوضى او الكلام ده. ان شاء الله هياخد جزاءه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الوقت هيتم خروج جثمانها يا فندم؟ يتم خروج الجثمان حاليا. الوقت زي المشاهدين هيتم خروج جثمان الطالبه.
وان شاء الله الدفن هيبقى في 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 مدينه المحله ان شاء الله. حضرتك من المحله يا فندم؟ لا انا هنا من المنصوره. بس الدفن هيكون فين؟ الدفن هيبقى في المحله. حددوا الوقت او ولا يعني مجرد ما يوصلوا ان شاء الله؟ لا مجرد ما يوصلوا ان شاء الله هيتم صلاه الجنازه. هيتم صلاه الجنازه والدفن ان شاء الله. وطبعا ندعو للاب والام ربنا يصبرهم وربنا ينتقم من فعل هذا الامر وان شاء الله ياخد جزاءه، لان مصر دايما هتفضل فوق مش هتكسر ابدا بسبب الاشكال اللي زي دي. يا رب بسبب الجرائم اللي زي دي. شكرا يا رب. شكرا شكرا شكرا. المشرحة واستلام أهلها وسمنها وذهابهم إلى مدينة المحلة وتشييع وسمنها إلى مسواها الأخير. إن لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. إن لله وإنا إليه راجعون. متابعينا الأعزاء، إحنا موجودين دلوقتي أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، واهل نيرة كلهم موجودين، والدها ووالدتها والعيلة يعني حضراتكم شايفين، وعدد كبير جدا من اسرتها منتظرين استلام جثمانها وودعها الى مسواها الاخير. الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وان يلهم اهلها وزويها الصبر والسلوان يا رب العالمين. طبعا محمد اللي انهى عنهم بالسكين ثلاث طعنات في الصدر اثناء ذهابها للامتحان، تتبعها من مدينه المحله